تنظن الاهداف ثلاثه النقاط، المردود كان طيب في الشوط الاول خاصه، الشوط الثاني كما شفتوا كان شويه ديال التحفظ بالنسبه للاعبين. تنظن المباراه الجايه ان شاء الله تنظن انها غتكون احسن ان شاء الله، ونتمنى ان نحققوا ثلاث نقاط ونحققوا الاهداف اللي احنا عندنا العقل ديال تسجيل الاهداف. نتمنى ان شاء الله ان نحققوا اهداف كثيره في المباراه الجايه ان شاء الله. اللاعبين ديالهم مثل اللاعبين اللي تيمارسوا في الدوريات الاوروبيه، فهم لاعبين جيدين قاموا بعمل جيد. حنا كانت عندنا الثقه فيهم. النهار كان وليد هو حاط العين على الوليدات ديالنا اللي ديال البطوله، خاص شويه ديال الوقت، خاصهم يصبروا، جات الوقيته هما خداو حقهم وان شاء الله قدموا مباراه جميله. المباراه الجايه عاوتاني عندهم فرصه باش عاوتاني يادوا اداء كبير، باش ان شاء الله تاهما يدخلوا في المنظومه ديال العدد ديال اللاعبين اللي اكثر من 60 لاعب دابا حنايا تنتابعوا ان شاء الله. في ان شاء الله نتمنوا ان يكون عندنا 25 لاعب في البطوله ان شاء الله كاس افريقيا مورينو.